سمير لا ترفع لي ضغطي، انا معطنك 50 ريال وما رجعت لي اياهن. اقول لك موسى مرجع لك اياهن، اذكر يوم معطنك اياهن تناهض نايم ودهمان. مو نايم ودهمان سمير، ما رجعت لي شيء، اسمح لي. اذكرك اكثر واكثر؟ ذكرني اشوف. جايينك في الليل بعد صلاه العشاء، اها، وجيتك وعطيتك فلوسك، قلت لي قبل لا توصل عندي البيت اشتري لي عشاء وتعال. ما اتذكر هذا الكلام، ما اعطيتني لا 50 ولا عشاء. اقول لك شيء، انت انسان حرام. انا حرام؟ انزين انا اطلع منك. صبر، تعرف من حرامي تو. صراحة سمير أنا قاعد أعتذر لك عن اللي صار، وبالفعل الحين بديت أتذكر موضوع الخمسين ريال. أنت مرجع لي الخمسين وجيتني ليه البيت وقلت لي موسى هذه الخمسين، هذا حقك وهذه أمانة، ما تتذكر؟ أنا كنت دهمان ذاك اليوم، حتى قلت لك سمير دخل نسهر ونشوف مباراة ريال مدريد برشلونة. المهم كيف، مو قال لك الدكتور؟ أقول لك قوم طلع قوم طلع قوم طلع قوم طلع. المهم راسك بس يقول لك زع وملح بمرة يخف، واحدة بواحدة زع وملح لا تنسى. أعزائي المشاهدين، اليوم رجعنا في برنامج كل يوم بغام، واليوم معانا ضيف الحلقة ناصر فليت. كيف الحال أخوي ناصر؟ مرحبا، حياكم الله. ليش ناصر فليت ضد الإجازة؟ لو تكلمنا عن الإجازات، الإجازات لها عوائق وكوارث طبيعية، فلذلك أن الإجازات حقيقة تشكل خطورة في إنتاج الإسمنت. هل في إحصائيات على هذا الكلام؟ نعم، كثير من الإحصائيات، مثل ما قال الفيلسوف سقراط. من سقراط؟ إيش قال سقراط؟ قال تيس قال حلبو. لذلك هذا المثل له معاني كثير، وانفجر العالم بسبب الإجازات وانتشر فيروس كورونا. حكيم بغام، طيب لماذا أنت ضد الإجازات طويلة؟ بسيطة، لأنها مملة. تشير الإحصائيات أن الاكتئاب والحالات النفسية والحوادث والطلاق والمخدرات وغيرها سببها الإجازات الطويلة. ماذا يعني لك الدوام؟ حياتي. زيدني واحد بعده. قال الفيلسوف الألماني أرطغرل، هذا حيدة مسلسل، يوم خلص العرس قا الشايب يرقص. وعدته من قاعد بذا البغام، قلنا بغمان بس ما كذاك أبوي، ما كمل البرنامج. الشاعر روبرتو سالم عندما قال كدي يا غزالة وكلي يا سبالة، بالتحديد كان يقصد الإجازة. المخرج العصير خلص العصير، عندنا تغريدة بعد شوي لأن ما في إجازة طويلة، فلذلك نحن ما نحب الإجازات. مبروك مبروك المدريد، فوز ريال مدريد بالدوري الاسباني رقم 36 وتستاهل صراحه. اكلمك مالك منفس حبيبي يا اخي، ترى متعودين مالك رابش عمرك، مبروكي متعودين. انزين افرح يا اخي، بطوله ما تفرح فيها؟ خلاص صار ما عندنا احساس، يعني سنويا بطولات بطولات خلاص. وانا جاي اشجعك، انزين قامل لي برشلوني جاي شقعك. قوم قلب شكلك، قوم قلب شكلك، هذه قزاتي، قوم قلب شكلك، راح في شغلك انت ابو شقعك مره ثانيه. برشلوني برشلوني متعودين نحن حبيبي على البطولات.